برونت الجميع، مرحبا بكم. هذا الفيديو راكيل كيسيا هي من ترافقنا. راكيل كيسيا هي رجلة برازيلية رائدة أعمال وشخصية وسائل التواصل الاجتماعي تشتهر بلياقة بدنية جذابة ورائعة. ولدت راكيل كيسيا بتاريخ 25 أغسطس من عام 1989 في توريتاما بالبرازيل، تبلغ من العمر 28 سنة اعتبارا من عام 2021. علامتها الفلكية هي برج الأسد. تلك شهرة على الانستغرام حيث تقوم بتحميل صور أنيقة. ولدت راكيل وترعرت في البرازيل. إنها ارتزية ذات حجم سائد وواثقة جدا من شخصيتها المتعرجة. أرادت العارضة أن تكون جزءا من عرض الأزياء منذ طفولتها. قررت بعد الانتهاء من تعليمها في المدرسة الثانوية حياتها المهنية في نفس المجال. بداية راكيل كيسيا بدأت حياتها المهنية على منصات التواصل الاجتماعي في عام 2016. تدريجيا حشدت الآلاف من المتابعين على منصة الانستغرام، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب. الجميلة جمعت 30400 متابع على انستغرام. أصبحت الجميلة وجها مروجا للعديد من الأزياء والملابس والرياضة والمكياج والماركات الملابس الداخلية. بالإضافة ذلك كانت هي على غلاف العديد من مجلات الموضة. القيمة الصافية لثروة الجميلة أزيد من 500,000 دولار أمريكي. مصادر أرباحها هي النماذج والإعلانات التجارية. الأسماء البرازيلية في الطول 165 سنتيمتر وجسمها 77 كيلوغرام. قياس صدرها 103 سنتيمتر. قياس الخاصر 85 سنتيمتر أمام قياس الورق 125 سنتيمتر. شعرها أشقر ولون العيون عسلية. في الحالة الاجتماعية متزوجة الجنسية برازيلية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد القادم وشكرا.